الطاولة. يعني ما اعرفش، هل اولا انا شخصيا شاكك في ان تكون الاغلبيه راحت لمبارك، للاسف لمرسي. انا اسف، ولو المحكمه اثبتت عكس هذا اشك بغض النظر عن المحكمه او غير المحكمه، انما انا اشك ان الاغلبيه العدديه كانت فعلا للسيد مرسي، انا شخصيا شاكك في هذا، لكن هذا رأي فردي على اي الاحوال. المهم انه حتى لو حدث ما جعل من هذا الرجل على سبيل الصدفة أو المغالطة التاريخية أو الخطأ التاريخي من الناس أنه يبقى راجل، والناس في مصر حين تقول لك ده راجل طيب بيعرف ربنا، طيب أهو اللي بيعرف ربنا ده جالك عامل فيك إيه؟ ما قالك اللي تحسبه مرسي يطلع فرعون. عمل إيه؟ كان موديك في طريق في النهاية لن يوجد فيه سوى الجحيم، وانت كان لابد ان تنتزع كل قوى المقاومة في داخلك لمقاومته، يعني اقبال الفلاحين على شباب تمرد والاستمارات، وفكرة الاستمارة دي فكرة عبقرية تدل على ان الوعي الثوري عند الناس بيستعيد خبراته التاريخية، دي اصلا موجودة منين؟ من ثورة 19، دي مخزون حضاري. ايه اللي يخليك تسترجعه وتحييه مره ثانيه؟ وتحييه بآلاته، بآلات جديده، بأدوات جديده وافكار جديده. يعني هو في سنه 19 دول كان يعني بيسافروا، انما ده بطريق النت والفاكس والتكنولوجيا الاتصال الحديثه في ثواني الفكره بتروح وتلف في مصر من اقصاها الى اقصاها. يعني خد بالك ما تقدرش تنسى برضه ان 25 يناير و30 يونيو فيها دور فعل لما يسمى بثورة الاتصالات. مظبوط. احنا لغاية دلوقتي عندنا احساب معارضة على فيسبوك والنت. صحيح. وانت ما بتعملش حاجة كده وتفوت. يعني انا بشوف افتح الفيسبوك بلاقي اللي الجرائد ما بتعرفش تقوله. يعني انت يمكن الجورنال اللي انت بترأس تحريره اكثر ليبرالية من غيره الى حد ما، لكن مع هذا لما بفتح الفيسبوك بلاقي هو سابق. الفيسبوك سابق. وسابق بفراسخ. يعني مش بس طبعا. يعني مش فارق زمني، لا زمني ومكاني طبعًا. وكل شيء. وبعدين ما تقدرش توقفه، يعني في ناس بيحاولوا دلوقتي موجودين بعض القوى اللي عايزه تفرمل ده، لا ما حدش يقدر يفرمله، ولكنه استغل استغلالا سيئا في صدر شائعات رهيبه جدا. وانت لازم بقى، دي اداه اتصال حديث لها سلبياتها ولها ايجابياتها، خد بالك انه ده هيقول لك الصح ويقول لك الغلط، خد من الصح. وعلى فكره الكلام اللي بيطلع كلام فارغ وفي سلبيات كتيره جدا لا يجد له محل.